بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابنائي بناتي، عدت لكم لكن الان مع تمارين الميكانيك، بحيث راح نحلوا تمارين باك 2022 مات للكواكب، لحركه الكواكب والاقمار الصناعيه. قبل البدء في قراءه التمرين لا تنسوا المشاركه في القناه، وكذلك الضغط على زر الجرس، ولما لا مشاركه القناه مع زملائكم. فلنقرا التمرين على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول التمرين: سهيل سعد، 2 قمر اصطناعي قطري يظهر ساكنا لملاحظه على سطح الارض، يستعمل في اتصالات لاسلكيه للبث الاذاعي والتلفزيوني بتقنيه عاليه الجوده، يستغل في تغطيه ونقل مباريات واحداث كاس العالم 2022 عبر القنوات الفضائيه العالميه. ارسل الى مداره في 15 نوفمبر 2018. يهدف هذا التمرين الى دراسه حركه القمر الاصطناعي سهيل. إذا قلت يهدف هذا التمرين إلى دراسة حركة القمر الاصطناعي سهيل سات 2 وتحديد بعض المقادير الفيزيائية المميزة له. أعطانا دور الأرض 24 ساعة ونصف قطر الأرض 6400 كيلومتر. دراسة حركة القمر الاصطناعي سهيل سات 2 نعتبر أس القمر الاصطناعي سهيل سات 2 كتلته أماس 5300 كيلوغرام، يدور حول الأرض في مسار دائري، نصف قطره أب على ارتفاع 10 من سطح الأرض، خاضع لقوى جذب قوة جذب الأرض فقط FASS. حدد المرجع المناسب للدراسة، وقل الشكل ومثل عليه شعاع سرعة مدارية وشعاع قوة جذب الأرض، اكتب العبارة الشعاعية للقوة. بتطبيق القانون التالي لنيوتن أعطي مميزات شعاع التسارع ثم استنتج طبيعة حركته. اكتب العبارة السرعة واستنتج عبارة الدورة. تحديد 82 تحديد بعض المقادير. إذا تحديد بعض المقادير للقمر سات لغرض تحديد مميزات القمر اس، تمت محاكاة حركته بواسطة برمجية مناسبة يمثل بيان تغيرات شدة قوة الجذب الأرض الاصطناعي بدلالة مقلوب مربع نصف قطر المداري، باستغلال البيان الممثل في الشكل استنتج قيمة الثابت ك، حيث ك تساوي جهة تي. إذا علمت أن قيمة شدة قوة جذب الأرض اس هي، استنتج قيمة المقادير الآتية: الارتفاع اش عن سطح الأرض، السرعة المدارية، الدور تي اس، وهل القمر سهيل سات جيو مستقر برغم إجابتك. إذا نبدأ حل التمرين على بركة الله. فالتمرين يقول: السؤال الأول، حدد مرجع الدراسة. مرجع الدراسة أبنائي بناتي هو مرجع جيو مركزي. لماذا هو مرجع جيو مركزي؟ لأننا بصدد دراسة حركة القمر حول الأرض، فالمرجع هو مرجع جيو مركزي. إذا نقول أول سؤال مرجع الدراسة، مرجع الدراسة هو مرجع جيو مركزي، أو يمكن أن نقول مركزي أرضي، السؤال اللي بعده، أنقل الشكل ومثل عليه شعاع السرعة المدارية وشعاع قوة الجذب. دونك عندنا هذه الأرض وهذا المدار حسب ما رسم، عندنا هذه نصف قطر الأرض RT وهذا الارتفاع H وهذا الساتيليت. إذا كما نعلم عندي محور مماسي ومحور ناظمي، عندنا محور مماسي ومحور ناظمي. المحور المماسي يحمل السرعة V، وعطاونا شعاع وحدة N، هذا شعاع وحدة N، وعندنا القوة F per satellite. إذا هذا هو المطلوب أبنائي بناتي، المطلوب السرعة القوة، وهم أعطونا شعاع الوحدة N، السؤال
بالعبارة الشعاعية للقوة. إذن اثنين التمثيل هاهو، اثنين التمثيل، ثلاثة العبارة الشعاعية للقوة. العبارة الشعاعية للقوة نقول F تساوي GMT M ساتيليت على M مربع. أبنائي كتابة كما هذه راهي كتابة خاطئة، لأنه من المستحيل يكون عندنا شعاع وفي الجهة هذه ما كانش شعاع. إذا نحطوا شعاع الوحدة N، هذه عبارة شعاعية. ونلاحظوا عبارة الآن وعبارة الآف وعبارة المحور بكون تتجه نحو مركز الأرض، إذا لا توجد إشارة فلاش. السؤال اللي بعده الآن، بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على مركز العطلة، أعطي مميزات شعاع التسارق ثم استنتج طبيعة الحركة. إذا نطبقوا القانون الثاني لنيوتن. من أجل تطبيق القانون الثاني لنيوتن لابد من ذكر المرجع والجملة بتطبيق القانون الثاني لنيوتن. إذا راح تكون كالآتي، المرجع نقول إذا عبارة شعاع التسارع، السؤال الرابع، السؤال الرابع عبارة شعاع التسارع، عبارة شعاع التسارع. إذا المرجع جيو مركزي نعتبره غاليلي، الجملة قمر صناعي، قمر صناعي سهيل سات 2، سات 2 بتطبيق القانون الثاني لنيوتن. إذا ماذا يقول القانون الثاني لنيوتن؟ يقول مجموع القوى تساوي أبقى. إذا عندنا مجموع F exterior تساوي M RG. نكتب من هنا خير بنتينا تحت بعدها. إذا مجموع F exterior تساوي M RG. ما هي القوة؟ القوة F T ساتيليت تساوي M RG. عندنا القوة الوحيدة هي هذه. مادام مطلوب عبارة الشعاع، إذا ننتبهوا ما نديروش إسقاط، لأن المطلوب عبارة شعاع. واش نروح ندير؟ نعوض الجي بالعبارة الشعاعية، جي أم أم أن تساوي أم أ جي. لاحظوا عوضت بالعبارة الشعاعية، الأم هذا هو أم ساتيليت. إذا تختزل أم ساتيليت مع أم ساتيليت، يبقى لنا RG هو GMT على R مربع N، فهذه هي العبارة الشعاعية للتسارع، والمطلوب الآن مميزاته. إذا المطلوب مميزاته، فنقول مميزات أي شعاع أبنائي بناتي أربعة، المبدأ والحامل والاتجاه والشدة. إذا أي شعاع هي المميزات، فنقول مميزات شعاع التسارع، مميزات شعاع التسارع. إذا المميزات مبدأه حامله، الحامل أو المنحى، اتجاهه أو نقول الاتجاه والشدة. إذن الشدة الحامل المبدأ، هكذا كما نديروها المبدأ. فعفوا فنقول
يكون يطلب منكم تمثلوه. ها فنقول المبدا هو مركز عطالة القمر. سهيل صاد، مركز عطالة القمر سهيل صاد 2. الحامل هذا المحور الناظم، الاتجاه رايح نحو مركز الأرض أبنائي، يتجه نحو مركز الأرض. الشدة، الشدة نقول ثابتة، حيث لاحظوا بلي نقلوا نحو الآن مع الشعاع، حيث أجي هو جي ان تي على ان مربع، الجي ثابت والان ثابت والان ثابت، دونك هو ثابت. اذا هذه هي المميزات. يقول استنتج طبيعه الحركه، طبيعه الحركه بما ان المسار دائري، لان المسار دائري والتسارع ناظمي، نقول ناظمي او مركزي معناه يتجه نحو المركز. فالحركه دائريه منتظمه، هذه طريقه. علاه؟ لان لدينا التسارع مباشره الشعاع عندنا، كنا قادرين نديرو الطريقه تاع نسكتو على المحور المماسي وعلى المحور الناظمي، وبالتالي نقول حركه دائريه منتظمه. لكن هذه كذلك تشرح لماذا؟ لأنه عندنا العبارة الشعاعية للتسارع. أبنائي نروح للسؤال اللي بعده، أكتب عبارة السرعة استنتج عبارة الدور. إذا عبارة السرعة وعبارة الدور، بما أننا نحن وجدنا عبارة أن، انطلاقا من عبارة أن نوجد مباشرة عبارة السرعة وعبارة الدور. دونك نمحي، نمحي المميزات. عبارة السرعة بما أن احنا وجدنا بلي أن هو جيام على أن مربع، وحنا حنا نعلم بأن أن هو بي مربع على أن. إذا من هادو في زوج واش راح نلقاو؟ حين نلقاو بلي في مربع على ار تساوي جيام على ار مربع. لاحظوا بلي ان هذا وان هذا، مادام ان نفسه اذا العباره هذه من هنا هي نفسها. نختزلوا الار مع المربع نلقاو بلي في مربع تساوي جيام على ار، اي في تساوي جدر جيام على ار زائد اش، حيث نحن نعلم بلي ار هو ار زائد اش. هذه عبارة السرعة وما كانش أسهل منها. نروحوا لعبارة الدور، عبارة الدور تي، باه نلقى عبارة الدور تي بنفس الطريقة. نحن نعلم بلي تي هو من بي ار على في، ولقينا بلي في تساوي جدر جيام على ار، واش نروحوا نديرو؟ لاحظوا العبارة هذي وجدناها والعبارة هذه نعرفوها. إذا نجيبو الباء هذا نحطوه هنا، نعوضو بتعويض ب، نعوض ب في عبارة تي، كنعوضو ب في عبارة تي تولي لنا تي تنين بي إر جدر جيام على إر، نضربو في المقلوب، عفوا المقلوب، المقلوب جيام على ار تولي ار على جيام. اذا العباره النهائيه نحن نعلم بلي الار هذا كي يدخل هنا يتربع، تولي هذه مربع لداخل، ار مربع في ار تعطينا ار مكعب، معناها تي هي 2 بي جدر ار مكعب على جيام. هاي العباره تاعنا، والار دوما هو ار زائد اش. متفاهمين أبنائي؟ اللي عنده سؤال يكتبه في التعليقات، أنا أتابع التعليقات وسأجيب بإذن الله سبحانه وتعالى. 2 روماني، تحديد بعض المقادير للقمر سهيل صاد،
الآن أعطانا بيان ومطلوب منهم باستغلال بيان نجد العبارة ك تساوي جي أم تي، ثم أعطانا بعض المقادير لإيجادها. ما نوع البيان أبنائي؟ ما نوع البيان؟ البيان دالة خطية، البيان دالة خطية، المطلوب إيجاد عبارة ك. إذا 82 مباشرة وصلنا إلى جزء 82، البيان خطي، البيان خطي أو دالة خطية، نقولوا إحنا دولة من الشكل إيكغيك تساوي أي إكس، بصح ولا بي إيكغيك و إكس ما تخليهمش هكا، الإيكغيك هي التراتيب والإكس هي الفواصل، فالإيكغيك تاعنا هو إف تي إس إس. والإكس تاعنا هي وذل إف مربع، معناها مباشرة إف تاع ساتيليت تساوي ك في في بلاصة الإكس، الميل كذلك نسميه ك، نحيو ما نسميش ك كذلك، نسمي حرف آخر، نسمي حرف آخر مثلا أ ماجيسكول، أ ماجيسكول، أ في وحدة لا إر مربع هكذا، فهذه معادلة البيان، إف هو التراتيب، وحدة لا إر مربع هو الفواصل الأبنائي، والأ هو الميل اللي نكتبت الأ ماجيسكول، ما نخلطوش مع التساهل، إذا هذه بيانية، وفي الدرس حنا واش عندنا؟ عندنا إف تي إس إس تساوي جي إم إم على إر مربع. نقدروا نكتبوها، عطيتكم القانون، نقدروا نكتبو إف تي إس إس تساوي جي إم تير إم ساتيليت في وحدة على إر مربع، لأنو الكسر نقدروا نخرجو، دونك هذه نظريا آ في وحدة على إر مربع، وهذه بيانيا، واش نلاحظو؟ انتبهنا. دونك هذه نظريا وهذه بيانيا، فنقول بالمطابقة، بالمطابقة أ تساوي جي إم تي في إم إس، حيث هو سمى ك بجي إم تي، معناها نقولوا بلي أ تساوي ك في إم إس، إذا ك هو أ على إم إس. مجرد فكرة رياضية البحث منها على الأرقام، إذا فنوجد أولا قيمة ك، عفوا أ اللي هو الميل، ثم بعد ذلك كي نوجد الميل ونخلصو نوجد قيمة ك، مستعملين في الفكرة، ك هي هذي، وهو في التمرين سمى هذا سماه ك، إذا أ هي ك في إم إس، إذا ك هو أعلى إم إس، فنروحو نقولو حساب أ، مادام البيان خطيت ما نقدر نحطو هكذا، فأ ناقص صفر صفر، 1.96 و 0.93. لكن أبنائي ما نساوش الأسس هذا، 10 أس 2 و10 أس ناقص 16، في 10 أس 2 في 10 أس ناقص 16، ومنه نحسبو الأ، كي نحسب الأ نحسبو ك، هو الأ على أماس، الأماس شحال نشوفوها في المعطيات، كتلة القمر 5300 كيلوغرام. وهنا عندي 1.96 في 10 ناقص 2 على 0.93 في 10 هو ناقص 16، ناقص صفر ناقص صفر هكذا، هذا هو الأ، هذا هو أ، إذا نحسبو الك، شحال قيمة ك، إذا شحال قيمة ك،
بالحساب العددي تلقاوه 39.6 في 10 أس 13. 39.. انتظروا عاود نشوف الآلة الحاسبة. الوحدة ما عندناش وحدة، نسمو سيستيم انترناسيونال، فهو عبارة عن وحدة مركبة. إذا 39.6 في 10 أس 13 في 10 قوة 13 اس اي. إذا هذا فيما يخص التام. السؤال اللي بعده، إذا علمت أن قيمة شدة قوة الجذب هي، استنتج قيمة المقادير اش ثم السرعة المدارية ثم الدورة تي اس. إذا 11.8 في 10 قوة 2 نيوتن أعطانا قيمة القوة، قال لنا اف 11.8 في 10 قوة 2 نيوتن، والمطلوب البيان خلصنا منه أو نقدروا نخدموا به. عندنا واحد على ان مربع في 10 قوة ناقص 16 متر مصنع سنين. إذا اف 11.8 في 10 قوة 2 نيوتن، المطلوب إيجاد اش في تي، نظن هذو هما. المطلوب ارتفاع وسرعة ودور، ارتفاع وسرعة ودور. إذا بما أنه عندي قيمة اف، يمكن بالإشقاق مباشرة نقدر نلقى القيمة من البيان دون ما نروح ندير عمليات حسابية. ف 11.8 مثلا تقع هنا في 10 سنين، نسقط هكذا ونسقط هكذا، نلقى 5.58. هذه هي كيف نلقاوها بما أن البيان موجود هكذا، 5.58. فنقول نبدأ بأش، إيجاد أش. إذا أف 11.8 في 10 قوة 2 نيوتن، بالإسقاط نلقاو واحد على آر مربع، واحد على آر مربع 5.58 في 10 قوة ناقص 16 متر أس ناقص 2. نجيبو القوة هاهي، نسطوه هكا نسطوه هكا، نلقى القيمة. كي لقينا القيمة، المقلوب نلقاو آر، المقلوب آر مربع هو واحد على في 10 قوة ناقص 16. إذا آر هو الجذر هكذا. بعد ما نلقاو آر، الآر هو آر زائد آش، إذا آش هو آر ناقص آر. إذا نديرو التطبيق العددي أبنائي، التطبيق العددي إذا 4.23 في 10 أس 7 متر، هاو الآر تاعنا، 4.23 في 10 أس 7 ناقص شحال قيمة نصف القطب؟ 6400، 6400 في 10 قوة 3. إذا نحسبو أش بوحدة المتر، إذا حبينا نحطوها الكيلو في الكيلومتر نقسمو على ألف. إذا شحال قيمة أش نحسبها؟ 3.59 في 10 قوة 7 دونك 3.59 في 10 قوة 7 متر، نقدر نكتبها 3.59 في 10 قوة 4 كيلو متر. وهكذا أجبنا عن سؤال السرعة أبنائي. طريقة الإجابة ما هي؟ مادام عطاني قوة اف، ننتبه جيدا بلي القوة اف موجودة هنا، إذا نروح ندير لها عملية إسقاط، نقرا وحدة على ار مربع هو 550 في 10 قوة ناقص 16. من بعد ما نقراها ونخلص، نحن نعلم بلي الاش راهو في نصها، ار مربع ديال المقلوب فقط هاهي،
ثم نجذر نلقى الـ R، والـ R هو R زائد H، إذن H هو R ناقص L. السرعة هنا لبنا بلي V هي جذر جي ام تي على R، ومادام جي ام تي حسبناه سميناه K على R. إذا نحسب السرعة مباشرة، جذر الـ R 4.23 في 10^7، والكا بدا لقيناه كبير، نعاود نشوفو الكا لقيناه 39.6 في 10^13، إذا 39.6 في 10^13، شحال تخرجلنا السرعة؟ نحسبها متر بار سكوند. إذا نحسب السرعة المناعي تخرجلنا 3060 متر بار سكوند، 3060 متر بار سكوند. قلنا آخر سؤال في الحسابات هو الضوء، حساب الضوء حساب الدورة، حساب الدور. إذا باه نحسب الدور، إما نطبق القانون 2 بي آر على بي، ولا 2 بي جذر آر مكعب على جيان، في زوج يصلحوا، هذا يصلح وهذا يصلح. إذا نفضل هذا 2 بي الآر 4.23 في 10^7، والبي 3060. إذا بوحدة السكوند نحولوها ليزر باه نشوفو لكان جيو مستقر أو لا. شحال تخرجلنا السرعة؟ تخرجلنا عفوا الدور 86811، 86811.76 سكوند، نقسموه على 3600 باه نحولوه ليزر، وحنا على بالينا تقريبا 24 ساعة. إذا هل يمكن اعتباره جيو مستقر؟ نعم يمكن اعتباره جيو مستقر، لأن دوره هو دور الأرض. إذا نقول نعم يعتبر أو يمكن اعتباره جيو مستقر، حيث نلاحظ له نفس دورة الأرض اللي هو تي بالتقريب 24 ساعة. وكذلك نقدر نقول بلي راهو يدور بجهة دوران الأرض، بجهة دوران الأرض ووفق خط الاستواء، بما أننا قلنا أنه جيو مستقر. وهكذا أبنائي أكون قد انتهيت من باك بالبندور شعبة الرياضيات. في انتظار باك بالبندور شعبة العلوم التجريبية، تقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير. لا تنسوا المشاركة في القناة والضغط على زر الجرس ومشاركة القناة مع زملائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.